نعم سيدي. ما شاء الله، الله ييسر لك في هذا المنزل ويجعله منزل مبارك وحصن تحويطة من الله تبارك وتعالى. اللهم يا رب اجعله منزلا مباركا يا رب يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صراط الباقين. بارك الله لك في منزلك. آمين. وأتم الله لك في بنائه أحسن في أحسن إتمامه. آمين. إن شاء الله يجعله منزلان مباركان مليئا بالخير والبركات والنفحات. مقام إبراهيم. إن شاء الله. آمين. ومن دخله كان آمين. إن شاء الله. الله يجعله لك محلا مباركا. آمين. ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ضاقت إذا ما ضاق بالضيف المكان. إذا ما ضاق بالضيف المكان. الله يجعله منزلان مباركان. آمين. محلا للضيوف. آمين. محلا للصلاة على النبي. آمين. محلا للذكر. وزاوية من زاوية من زوايا سيدي أحمد تجاه. إن شاء الله. الله يجعله زاوية من زوايا سيدي أحمد تجاه. يا رب السلام عليكم.